هل بكيت يوما من خشية الله؟ هل ذرفت دموعك يوما كأمطار السماء حبا ومهابة وحياء وشوقا إلى الله؟ هل ذكرت الله يوما خاليا لوحدك فانكسرت خجلا واستحياء لفضله وحلمه عليك وإعراضك عنه؟ إن كنت من هذا النوع من البشر فأبشر بالخير، فقد أتت المبشرات المتواترات من الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة النبوية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، كناية عن الاستحالة. حديث